ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وذرياتهم
وقهم السيئات ومن يوم هم
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن
سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد. إِنَّا لَنَنصُرُ
الذين يستكبرون
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك فالذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا بالله وحده وكفر
به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الله التي قد خلت في عباده.